تفضل. أنا أبونا نوفير. يا جماعة أنا ماليش صفحات على الفيسبوك ولا النت ولا الميديا خالص، ما أعرفش في الفيسبوك ولا النت ولا الميديا. إذا حد ضحك عليكم على الفيسبوك ونزل أرقامه الشخصية هو وقول لكم أنا أبونا نوفير، ده منتحر شخصية أو نصاب أو كذاب. مفيش ستات يكلموه ولا حد يكلمه ولا يبعت له حاجة. بسمع كتير ناس منزلين صفحات باسم أبونا نوفير ومش أنا، وبيطلبوا من الناس حاجات وحشة وكلام وحش. أرجوكم حرصوا عشان ما تجيبوناش الكلام، وكونوا حريصين يا جماعة يا عباط، بلاش كلام وبلاش حد يكلم حد ما يعرفوش، وما يبعتش لحد حاجة ما يعرفوش وما يشافوش. أرجوكم عندكم بلاش بلاش بتعمل مشاكل. القصص دي نصابين كتير ومرتزقة كتير. أنا ماليش صفحات ولا فيسبوك ولا ليا خدام ولا نيلة. ماشي اللي يقول خادم ومش خادم، أنا مش عاوز حد يقول كده. كلكم بيقولوا نصابين. أرجوكم حرصوا. أنا أبونا نوفير شخصيا هو واقف في البرسيم بتاع الدير.